السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رمزي زروقي والعلاقة مع هذا المشرف، يعني لأسباب غريبة وين هذا المشرف عليكم انتوما يؤكد تمسكه بلعبه باللعاب، يعني رمزي زروقي. يا وهنا قلنا لك طردوه يا ولدي، تلعب بيه وقعد معاه وبالا يا ودي لعب بيهم وانا ماذا بيا انت يا ما صرت كي دير، انا ماذا بيا كون ترد بن عمري، ماذا بينا رد بن عمري، رد قديوره، لا بغات القديوره لا قاعد راه غيتريني، رد وفانيك، يعني ما كاش مشكل كاع. لا انت شكون اللي قال لك بلي يا ودي الناس هي كونتر على رمزي؟ لا ما ناش ضد رمزي، ماذا بينا رمزي يولي يقعد بن عمري عاود يولي بن دبكه، يعني بن دبكه انت تحتاجه، انت خاصك ذاك اللعاب يجري في كل يجري بلا خطه، غير يجري برك، غير يجري بن دبكه غير يجري برك، انت تبغي هذاك اللعاب غير يجري هكا وصحيح يجري لا خطه لا والو، وين ما كان بلوطا راه موراها يجري وصحيح هذا بكا. ماذا بيك تاع هذيا تاع شكون اللي قال لك ما تجيبها وترد تلعب رد في غولي رد، يعني ردهم كاع، رد التشكيله اللي جابت لك كوب دافريك في 2019 وما كانش اللي غادي يهضر معاك تاع. سبحان الله، خدم الفتره تاعك انت راك تخدم في الفتره تاعك، لا ردهم لا ما كانش. سبحان الله، شكون اللي قال لك تاع؟ انا نقول لكم غادي تسيبوا الدفاع تاع 2019 من الكارديا وروح بعطال بالسبع عطال الى عطال الى ما تبليسات، تسيبو عطال بالسبعيني بدران مالدي بولحي، هادو منظومه دفاعيه تسيبوها. في الوسط زروقي بن طالب قديم، ثاني بن طالب قديم، بن طالب راه بالديميتريس في ليكيب ناسيونال. زروقي تشوفو راه كتمو في غولي غادي يرده فانيك في غولي، محرز بلايلي وقدام كيسموه قدام راه كيسموه يا ربي بونجيح ولا سليمان. انتوما هذه انتوما ما استفدتوش بها، يعني هذه التشكيله كومبلي كيما هكا غادي يلعب بها، يعني غير لي جديد زعما ما جابش كوب دافري، كاين رمزي زروقي وبن طالب برك، التشكيله الاساسيه اللي غادي يولي يلعب بها في الكوب دافري. عقلوا عليها بليش راني نقول لكم، عقلوا مليح. ويبات متوسط ميدان منتخب الجزائر رمزي زروقي محل انتقادات كبيرة، يعني الناس كبيرة من طرف الجماهير الجزائرية والإعلام الرياضي بسبب مستوياته الهزيلة مع الخضر، ولا تمر أي مباراة لمنتخب الجزائر والتي يشارك فيها زروقي بانتظام كأساسي على وطلع، يعني انتقادات كبيرة حيث صار إجماع من طرف الجمهور بأنه لم يقدم ما كان المرجو منه في وسط الميدان محاربين الصحراء، والأكثر من هذا بات يشكل عبء على زملائه مثل ما حدث في المباراة الودية الأخيرة ضد تونس في ملعب 19 ماي بعنابة، خاصة لما تغير النسق اللعب وتحسن الأداء الخض مباشرة بعد خروجه، يعني بعد خروجه ودخول حسام عوار. بصح هذه انتوما هذه روحوا فهموها إلا تنجموا تفهموها المشرف تاعكم، يعني إلا تنجموا تفهموها المشرف. وكشفت جريدة النصر بنبأ عن مصادرها بناء على مصادرها من داخل الفاف أن هذا المشرف أكد تمسكه بالوفد الجديد لنادي في روتردام الهولندي، يعني وأوضحت مصادر ذاتها أن هذا المشرف أكد لمقربيه أنه يريد التريث بخصوص اللعب وعدم التسرع في إصدار الحكم عليه حاليا. يعني والله ما فهمنا انت، رانا من 2021 لليوم قال لك مازال ما داش الخبره تاعه. واشارت جريده النصر الى ان المدرب المشرف قال بان زروقي يلزمه بعض الوقت حتى يتاقلم مع الاجواء الافريقيه، رغم انه لعب عدد كبير من المباريات في افريقيا. ما فهمناش والله، ما راهي ساحر والله، لا ما نعرف لعب ولا ويتاجا هذا بالك جا غير لعب كونت عنابه لهنا، في بالي لعب كونت عنابه هنايا.
هذا لعب كونت عندنا بهنا اول مباراه تاعو، مازال عنده مباراه واحده، اول مباراه تاعو اللي دخل فيها نقول لك وينها سي المشرف، دخل كونت زيمبابوي درنا 2-2 في زيمبابوي، ولعب امام بوتسوانا هنايا هنا، ولعب لعب واه لعبنا زيمبابوي ولعبنا زومبيا درنا 3-3، ولعب لهنا مع بوتسوانا ربحنا، وزاد لعب امام موريتانيا ماتش اميكو، وزاد لعب امام المالي ماتش اميكو، وزاد لعب امام تونس ها 7 تاع لي ماتش، وزاد لعب 8، زاد لعب مع جيبوتي ومع النيجر ومع بوركينا فاسو ها 10 تاع لي ماتش، هذه 2020 يابر 10 تاع لي ماتش، وزيد لعبنا لعب الي روتور، الي روتور مع الزيبا ومع الاخرى كسموها مع النيجر ومع مع بوركينا فاسو 10، تما ديرها 13 ماتش، وزيد لعب 3 ماتش تاع كوب دافريك 13 16 ماتش، زيد لعب يعني امام الكاميرون الي روتور 16 17 ماتش 18 ماتش، زيد ولي تسبب انا متبع ليكيب ناسيونال غلطوناش كاس اللي يجي غلطنا 18 ماتش، زيد لعب كسموها يا ربي لعب امام اوغندا لهنا ولعب امام اوغندا امام تنزانيا 18 19 20، زيد ايران 21، نزيدوكم فانيك ايران، زيد امام غينيا هنايا في سبتمبر غينيا ونيجيريا 2 ماتش، لعب 20 23 ماتش، زيد لعب امام المالي هنايا 3 درنا 23 24، زيد مع كيسموها سويسرا 23 24، زيد لعب لهنا الي روتور مع النيجر 24 25 26، وزيد كيفاش خويا نزيدوكم فانيك امام اوغندا، امام اوغندا والله ماني عاقل لعب دخل وقيله امام نديرو غير هنايا 26 27 ماتش، راه في 27 ماتش تجي تقول لي بلي مازال خلوه يدي المكان خلوه يكسب ثقة كبيرة، تاعش ثقة تاعش ثقة برحمة الوالدين. كما أفادت مصادر أن هذا المشرف يثق في قدرة رمزي الزروقي على التألق في صفوف المنتخب مع مرور الوقت، ناهيك عن حاجته للمزيد من الوقت حتى يندمج في المجموعة بحكم أنه لا يتكلم إلا الهولندية والإنجليزية، وش دخلنا حنايا في الهولندية والإنجليزية؟ هاوش دخلنا في الهولندية والإنجليزية؟ هاوش دخلنا عمورة فانك يهدر الهولندية والإنجليزية؟ هاوش دخلنا في اللغة فانك بيتروحوا اللغة؟ صايكو كيما نهار تونس ميدل توماتش نهار المالي طفاو الضو، نهار المالي طفاو الضو، طفاو منا الضو، الضو طفا منا خرج كمال مهوي، أيا ما مشاتلهمش الشعب فاق، ونهار تونس خرجوا قال لك لا تونس ما باش تلعب، ما ذهبنا حنايا. للعلم لعب رمزي زروقي وين لعب يعني نقولوا باللي 27 مباراة مع المنتخب الجزائري وسجل هدف واحد فقط أمام جيبوتي فقط، هذا ما كان، ما هو شوف جميع هذا اللي راهن عليهم هذا المشرف تاعكم كاش واحد نجح، جميع اللي راهن عليهم كاش اللي نجح، أنا أقول لكم كاش اللي نجح، يعني كاع في الصح ما صبناهمش، كاش ما كاش اللي نجح. وكان مراهن عليهم ما داروا والو، لي ما كانش مراهن عليهم دخلوا كونت الكاميرون سلكوه، ها شوف ديجا في اوغندا شكون اللي سلكه؟ شكون اللي سلكه؟ يعني مجهود وحده عموره ما كانش مراهن عليه، كان دايروا باللي صغير ما كبرش، باللي مازال ما كبرش، يا ودي ما جاتش هدره ما جاتش هدره ما جاتش هدره ما جاتش هدره، يا وما جاتش هدره صاحبي. ما رايش هدرا يعني خلو لاريس خلو هذاك المهدي لاريس خلو قال لك مو من اي تقاسي ولي قالنا ما صادر مو من اي تقاسي مين بو يطلعوا واحد يا ودي روح لجوجل بلا ما يقول لك مو من اي تقاسي شكون ذا مو من اي تقاسي ولا بصح راكم مقلوبكم مو من اي تقاسي راه يقول قال لك مو من اي تقاسي قالنا وهذا مو من اي تقاسي ما يحشمش هكا يزرع نورمال هو يقول باللي المصدر هامي رانا جايبينه
على بالك هو كي يقول لك رسمية، على بالك كل شغل هو راه جايب المصدر، هو والله ما هو جايبه حدا، والله ما هو جايبه، كذب في كذب، أنا نقولكم. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاوعنا، وديما معكم بجديد، وإن شاء الله اللي يمشي أبوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي.